مشاهدينا مساء الخير وإطلالة جديدة وليلة جديدة من برنامج ليالي، وليلة كل يوم جمعة اللي بنسهر فيها مع شخصية. النهاردة اخترنا شخصية يمكن كتير جدا بيتكلموا عن النهضة التعليمية والنهضة الثقافية اللي كانت في عصره، ويمكن امتدت لعصور كتير جدا. النهاردة اخترنا شخصية كان ليها بصمة في مجال الترجمة وفي مجال تعليم اللغات في مصر. النهاردة اخترنا رفاعة الطهطاوي. في 1805 كان تولي محمد علي حكم مصر، ومع التاريخ ده كان في بداية نهضة حقيقية في مصر في جميع القطاعات وبناء مصر الحديثة. في التوقيت ده أو قبلها بعدد من السنوات كان ميلاد رفاعة الطهطاوي. رفاعة الطهطاوي نشأ في الفترة اللي كان فيها ازدهار في نقدر نقول قطاعات كتير في مصر نتيجة للنهضة اللي أحدثها محمد علي. رفاعة الطهطاوي كان شخص من أو رائد من رواد التنوير اللي كانوا في العصر ده. والغريب والملفت للانتباه إن شخصية ذات بعد ديني أو تعليمها ديني أغلب الفترات وتعليم أزهري ويكون بالعقلية المستنيرة المتفتحة اللي يمكن نتفاجئ إن في العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بعض علماء الدين ما عندهمش نفس الاستنارة ونفس التنوير اللي كان موجود في رفاعة الطهطاوي. لما نعرف إن رفاعة الطهطاوي لما سافر فرنسا كان مبعوث كإمام وخطيب للبعثة اللي كانت مكونة من عدد من الأفراد اللي هيدرسوا علوم مختلفة، وأصروا إنه يتعلم اللغة الفرنسية وأصر إنه يتعلم عدد من العلوم النظرية والعلمية الموجودة دلوقتي، ويرجع مصر ويدخل دراسة اللغات ويكون ليه دور في إنشاء اللي احنا بنسميها دلوقتي كلية الألسن، وهي الترجمة أو دراسة اللغات الأجنبية في مصر، ويكون ليه فضل كمان في ترجمة عدد من المسرحيات، ويكون أول واحد يترجم مسرحية باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية برغم التعليم الأزهري والديني اللي احنا بنتكلم عليه. كان ليه باع طويل جدا مع التعليم مع الثقافة، كان ليه دور في الصحافة المصرية، أنشأ نقدر نقول أو أسس لفكرة إزاي يكون في خبر أو أخبار صحفية مرتبطة بمصر، لأن في الفترة دي كان أغلب الأخبار الصحفية الموجودة في جريدة الوقائع المصرية مرتبطة بفكرة الأخبار المتعلقة بتركيا، أحدث نوع من التغيير في شكل الأخبار اللي بيتم تقديمها عن مصر. كان مهتم جدا بفكرة الثقافة الغربية ونقل الثقافة الغربية للمجتمع المصري، كان جسر تواصل بين الثقافة الغربية والعالم العربي. سهرتنا النهاردة مع رفاعة الطهطاوي بعد الفاصل. كان لرفاعة الطهطاوي نظرة ثاقبة وعين تفكر للمستقبل، ولذا رأى أن التعليم وبجواره الصحافة يعتبران أساسا قويا للنهضة، ولذلك عمل على توجيه الصحافة المصرية من خلال إشرافه على جريدة الوقائع المصرية. توالت وتعددت المناصب التي تقلدها رفاعة الطهطاوي في عهد الخديوي سعيد وعهد الخديوي إسماعيل، حتى أصبح رئيس ديوان المدارس، وكان أول من دعا إلى تعليم المرأة أسوة بالرجل، وأصدر كتابا عام 1872 أسماه المرشد الأمين في تربية البنات والبنين. وبعد صدور هذا الكتاب بعام واحد تم افتتاح أول مدرسة لتعليم البنات. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل وبنبدأ حوارنا عن رفاعة الطهطاوي من خلال ضيفنا النهاردة دكتور علي مبروك أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن في مقدمة الحلقة قلت إن بداية مصر الحديثة أو النهضة الحديثة 1805 مع تولي محمد علي. رفاعة الطهطاوي قبل التاريخ ده بعدد من السنوات 1801 تقريبا، يعني مع خروج الحملة الفرنسية من مصر وبداية دخولنا في الحقبة أو العصر الحديث. كان ميلاد رفاعة الطهطاوي. لما بشوف عقلية رفاعة الطهطاوي والتاريخ الطويل والإسهامات اللي قدمها للحضارة المصرية أو للواقع المصري أو الثقافة المصرية في التوقيت ده واللي تأسس عليها عدد من المحطات بعد كده، نقف عند نقطة مهمة جدا، إن رفاعة الطهطاوي أكيد كان فيه تأثيرات وروافد أثرت في تشكيل وجدانه وعقله بشكل كبير. هو في الحقيقة يعني دور الشخص مهم، والحديث عن دور الشخص في اللي هو رفاعة الطهطاوي مهم، لكن لابد أن ندرك أن مصر كان فيها اتجاه عام بعد خروج نابليون تحديدا، بعد الصدمة اللي حصلت مع الفرنسيين كان فيها اتجاه بدأ يتبلور بضرورة أن
إدخال المعارف الحديثة والمعارف الجديدة إلى مصر، بأنه مصر تنقصها أشياء. وده كان في الحقيقة اللي نبه إليه الأستاذ المباشر للطهطاوي اللي هو الشيخ حسن العطار. حسن العطار بالتأكيد بتأثير مجيء الحملة إلى مصر، وخصوصا أنه الحملة لم تأتي كجيش فقط، الحملة جت مصحوبة بالضبط، مصحوبة بعدد كبير من العلماء في كافة يعني الاختصاصات وفي كافة حقول المعرفة، فأظهروا للمصريين وجها معرفيا. المصريين أحسوا بنقص بالغ لنوع جديد من المعارف بيظهر عند الأوروبيين، وأنهم في حاجة إلى أن يتزودوا بهذه المعارف. وكان الطهطاوي ثمرة بقى، ثمرة لهذا النشاط الذي كان يحدث في مصر منذ بداية القرن ال19، أن هناك إدراك، ثمرة للإدراك بأن هناك معارف جديدة لا بد أن تنفتح عليها مصر، ولا بد أن يتزود بها المصريون. طبعا تولي محمد علي للسلطة 1805 خارقة في تاريخ مصر بالضبط، هو اللي بدأ يحول هذا الإدراك إلى واقع متحقق. يعني قبل الباشا، قبل محمد علي، يعني مع خرشد مثلا اللي هو الحاكم الوالي الأعيان العثمانيين لحكم مصر قبل محمد علي مباشرة، كان في إدراك، يعني لم يكن هذا الإدراك أو لم يكن واضحا أنه هذا الإدراك الذي بدأ يتبلور عند المصريين في سبيله للتحقق. وصول محمد علي لسدة الحكم في مصر هو اللي بدأ يحول الإدراك اللي كان عند كثيرين من المصريين إلى واقع ملموس. متحقق وملموس. وكان أداته طبعا في ذلك، أظن رفاعة الطهطاوي لعب دور مركزي ومهم في تحقيق هذا الإدراك وتحويله إلى واقع، تحويله إلى واقع متحقق في مصر. طب ده هياخدنا يا دكتور لنقطة مهمة جدا، إن في عدد من الأسماء أو عدد من الشيوخ أو عدد من الأزهريين في التوقيت ده كان نفس المنهج الخاص برفاعة الطهطاوي، لكن ما أقدرش أقول إن ده كان بينطبق على المؤسسة الدينية اللي هي الأزهر في التوقيت ده، برغم اللي حضرتك قلته إن في إدراك، إن في معارف جديدة مفروض الشخص يكتسبها. ليه ما كانش فيه من محمد علي برغم التطوير اللي احدثه في قطاعات كتير جدا وفي التعليم كمان، ان ما كانش فيه اهتمام او فكره التوجيه او التوجه للنهوض وتطوير المؤسسه الدينيه الازهريه في التوقيت ده؟ لا، لانه هو 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 محمد علي ما كانش عنده ادراك لضروره تطوير العلم الديني، لانه هو السائد في التوقيت ده في مصر قبل طبعًا المدارس طبعًا اللي فتحها محمد طبعًا علي طبعا. ربما الادراك ده حيتبلور عند حفيده، وحنحكي هنا ازاي حفيده اللي هو الخديوي اسماعيل ادرك او طلب من المؤسسة الدينية نفسها ضرورة تطوير العلم الديني نفسه. لكن محمد علي كان عنده ادراك انه المجيء بالعلوم الحديثة وحده كاف في احداث التغيير في مصر، دون ان يلتفت، دون ان يدرك أهمية تطوير العلم الديني نفسه، إنه المؤسسة تطور نفسها. محمد علي لم يلتفت للمؤسسة، لم يلتفت للمؤسسة، ولم يلتفت للمسألة المتعلقة بأنه العلم الديني نفسه لابد أن تحدث له عملية تطوير. محمد علي كانت استراتيجيته قائمة بمنتهى البساطة على إدخال العلوم الحديثة من خلال وتوطينها في مصر، سواء من خلال البعثات اللي بعثها أو من خلال الخبراء اللي هو استقدمهم إلى مصر، وبالطبع من خلال المدارس الحديثة اللي هو زي مدرسة الطب أو مدرسة الزراعة أو مدرسة المهندس خانة إلى آخره. المدارس الحديثة وكلها كانت مدارس تقنية بالأساس، يعني هو تصور أنه امتلاك هذه العلوم لا يعني ليس في حاجة يعني لتطوير إلى تطوير المؤسسة الدينية أو تعليم الدين، مؤسسة الأزهر نفسها. إقامة المدارس الجديدة اللي هو أقامها للطب، للزراعة، للبحرية، للهيدروليكا، للمية، لكل هذه المسائل، هو تصور أنه إقامة هذه المدارس كاف لما يريد من توطين العلوم الجديدة في المجالات المختلفة في مصر.
طب ده هياخدنا الدكتور فكره البعثه اللي تم ارسالها لفرنسا واللي كان فيها رفاعة الطهطاوي. محمد علي كان مدرك ان فكره الاشخاص اللي اختارهم للبعثه او للبعثه لفرنسا هيدرسوا عدد من العلوم، ومع ذلك كان حريص ان يكون في عدد من رجال الدين موجودين مع البعثه اللي هتسافر لفرنسا. فكره ان ما يكونش في انبهار بالحضاره الغربيه والبعد عن فكره الثقافه الاسلاميه الشرقيه. وكانت الصدفه ان رفاعة الطهطاوي يكون موجود من ضمن رجال الدين الموجودين، هو الامام او البعثه ان الامام او الخطيب للبعثه اللي سافرت لفرنسا. محمد علي جزئيه اختياره رجال الدين كان مدرك برضو هنا فكره التعليم الديني او الجزء الديني اللي لازم يكون مع البعثه. لا هو في الحقيقه ما كانش يعني ما كانش محمد علي واعي تماما بانه بس كان هما فكره اختيارهم للسفر ليه، ما هو فكره حريص على الشكل. هو فقط الطهطاوي وغيره حتى بعد كده اللي هم راحوا من رجال الدين، لانه لم يبرز منهم الا الطهطاوي، يمكن الشيخ امين الخولي بعد كده، لانه برضو كان رايح بهذه الاليه، كان رايح بهذه الصفه بصفته يعني مرشد ديني للبعثه بشكل اساسي، المكونه من مجموعه من الشباب اللي يخشى ان هم ينجرفوا في هذه المجتمعات عن المسار الديني السليم. فكان الطهطاوي موجود بوصفه اقرب ما يكون الى مقيم شعائر للشعائر، هو ما كانش مطلوب منه انه يعمل تحديث للعلوم الدينيه او للفكر الديني. انا متفكر كده، انا قصدي ان محمد علي كان حريص على الشكل الديني او وجود رجل دين بالضبط من خلال البعثه. بالضبط بالضبط، هو فقط دور رجل الدين اقرب ما يكون الى الحفاظ على الشعائر والحفاظ على الهويه الدينيه الاسلاميه لهؤلاء الشباب اللي هم يخشى ان يحدث لهم تحولات عنيفه، تحولات من خلال فكرية مجتمع مختلف. بالضبط، في مجتمع مختلف بافكار جديده فكان هناك خوف على هؤلاء الشباب من أن ينجرفوا. فلهذا السبب كأنه يعني أنت عايزة تحصني حارس ديني لهؤلاء الـ 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 الشباب. أما مسألة أنه يعمل تحديث في الفكر الديني نفسه مستفيدا فما كانتش موجودة، بدليل اللي هيحصل بعد كده من أنه يعني الرواية المعروفة اللي أوردها الأستاذ الإمام محمد عبده في أوردها رشيد رضا في كتابه عن تاريخ الأستاذ الإمام، أنه الحاجة لتحديث الفكر الديني في الحقيقة ما كانتش موجودة مع محمد علي، هتظهر بشكل بارز مع الخديوي إسماعيل في الحقيقة، لأنه الخديوي إسماعيل أدرك أنه الفكر الديني الموجود وبالذات التراث الفقهي الموجود غير قابل أو غير قادر على استيعاب المستجدات الحديثة التي تحدث في مصر. مصر تحدث فيها معاملات تجارية جديدة مثلا، لم تكن هذه المعاملات التجارية موجودة قبل كده. فهذه المعاملات الجديدة في حاجة إلى منظومة قانونية، حتى منظومة قانونية تشريعية تستطيع أن تستوعب وتتجاوب مع هذه المستجدات التي تحدث في مصر. فكان له طلب من شيوخ الأزهر أن يقوموا بتحديث الشريعة على نحو تكون فيه موافقة لحال العصر، إنه العصر بيفرض تطور جديدة. بالضبط، له مقتضيات تستدعي تطوير البنية الفقهية والمنظومة التشريعية السائدة. فظل يطلب هذا من علماء الأزهر ومن شيوخ الأزهر ومن علماء الأزهر، ولم يتجاوبوا معه كثيرا. فوسط في مره من المرات وسط رفاعة الطهطاوي دي الجزئيه اللي ترجم فيها القوانين الفرنسيه. هو هيقول كده، لو حضرتك شفتي هو هيعمل ايه الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل قال لرفاعة الطهطاوي ان انت واحد من هؤلاء الشيوخ، يعني انت خارج من هذه المؤسسه فاقرب الى فهم عقلياتهم، فانا بطلب منك ان انت تقول لهم ان هم يطوروا كتبهم الفقهيه لكي تكون موافقه لحال العصر، والا فانني ساكون مضطرا لتطبيق شريعه نابليون الشريعه الفرنسيه. فبماذا رد الطهطاوي في الحقيقه؟ الطهطاوي رد دال جدا، قال له يا مولاي انت ترى ان انا تقدم بي العمر، وان انا لو طلبت منهم هذا الطلب سيكفرونني، سيقومون بتكفيري. يعني الطهطاوي نفسه بيقول، وهو
الرجل الذي خارج من المؤسسة، بس هو مدرك العقول اللي بيتعامل معاها أو الفكر، مدرك تماما مدى تقليدية البنية العقلية والذهنية السائدة في الأزهر والحاكمة للأزهر. ف يعني قال له تخوف من أن هؤلاء سيقومون بتكفيره، وهذا يعني في سنه لأنه كان تجاوز الطهطاوي في هذا الوقت كان تجاوز 70، يعني كان اقترب من سنة أو بتاع. فطلب من الخديوي إسماعيل أن يعني يقبل اعتذاره عن القيام بهذه المهمة. الحقيقة أنه ما جرى بعد ذلك أنه الخديوي إسماعيل وجد نفسه مضطرا لازدواج النظام القضائي المصري ما بين الشريعة الإسلامية والقوانين الفرنسية، ما بين ما يسمى بالقضاء الأهلي والقضاء الشرعي. في اللحظة دي يعني ظل هذا الازدواج القضائي قائما في مصر حتى ثورة يوليو. عبد الناصر ولا حاول أنه هو يكون في دمج أو بالضبط يعني يقلص إلى حد كبير، يعني يوسع الدائرة قدام القضاء المدني أو القضاء الأهلي. بس المجتمع يا دكتور في التوقيت ده قبل لفكرة استخدام القوانين الفرنسية وتطبيقها مع الشريعة الإسلامية؟ ده حضرتك لك أن يعني من بين ما يحكيه تاريخ الأستاذ الإمام، من بين ما يحكيه رشيد رضا نقلا عن الأستاذ الإمام، أنه شيخ الأزهر نفسه في هذا الوقت وهو الشيخ العباسي طرأت له قضية، فذهب بقضيته إلى القضاء الأهلي ولم يذهب بها إلى القضاء الشرعي. لماذا؟ لأنه كان يرى أن القضاء الأهلي أقرب إلى الإنصاف والعدالة اللي هي شريعة فرنسا من القضاء الشرعي. اللي كان موجود في التوقيت ده، اللي كان موجود في التوقيت ده. فلك أن تتصوري أنه أفراد المؤسسة أنفسهم يدركون أو يستشعرون أو واعون بأن المنظومة القضائية أو المنظومة التشريعية الموجودة اللي هي منظومة القضاء الشرعي في حاجة إلى تطوير وفي حاجة إلى تحديث وفي حاجة إلى إنه 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 يعني يتم إدخال بعض التغييرات عليها، ومع ذلك هم لا يقومون بإدخال هذه التغييرات في نوع من أنواع الجمود، جامدين جدا. طب خلينا يعني يا دكتور نقف عند النقطة اللي هي نقدر نقول إن كانت المحرك الأساسي لجزء كبير جدا من أحداث حياة رفاعة طهطاوي هو سفره لفرنسا مع البعثة. لما راح المجتمع الفرنسي ولقى مجتمع مختلف تماما عن المجتمع العربي أو المصري اللي كان موجود في التوقيت ده، وشاف النهضة بشكل كبير جدا، وفكر إنه يدخل في دراسة المواد العلمية والنظرية زيه زي أي طالب بعثة. وهنا هنيجي لفضل محمد علي أو لعقلية محمد علي اللي وافق له في التوقيت ده على إنه يكون برغم إنه هو إمام للرحلة، إنه سمح له إنه يدرس زيه زي أي طالب رايح يتلقى العلم. وهنا قدم لي كتاب مهم جدا اللي هو نقدر نقول هو نمط ما بين السيرة الذاتية أو وصف الرحلات، يعني كتاب شامل للحياة أو لفترة البعثة بشكل كبير. وبعد البعثة كان ليه إسهامات كتير جدا في مصر، اعتقد اولها كان مدرسه الالسن او كليه الالسن وادخال دراسه اللغه. بالظبط بالظبط. شوفي لو مسكنا الكتاب اولا، وانا شايف انه بس هو اشهر كتاب لرفاعة طهطاوي، هو يعني مش اهمهم يعني، هو الاشهر الاشهر هو الاشهر، يعني دايما لما بيتذكر اسم رفاعة طهطاوي تخليص الابريز. بالظبط. لكن في الحقيقه الكتب الثلاثه المهمه اللي أخرجت، هو أخرج أكتر من كتاب بالتأكيد يعني، لكن الكتب الثلاثة المهمة حيظل هذا الكتاب تخليص الإبريز، وحيظل المرشد الأمين لتعليم البنات والبنين، وكتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الأداب العصرية. يعني هذا الثلاثي يعني الأهم. بالضبط الأهم في مسيرة الكتب اللي كتبها الطهطاوي. لكن أنا لو بصيت لكتابه تخليص الإبريز اللي هو الكتاب الأول اللي كتبه اللي هو مذكراته عن البعثة ووصفه للرحلة من لحظة خروجه من مصر إلى وصوله إلى باريس ثم رجوعه مرة تانية إلى مصر، أهمية هذا الكتاب في نظري بتأتي من أنه لازالت الأفكار الكبرى التي ينبني عليها هذا الكتاب هي الأفكار الحاكمة لتفكيرنا في الحداثة وفي التراث حتى هذه اللحظة. يعني في القرن 21؟ في القرن 21 يعني لا زلنا للآن جميعا بشكل أو بآخر يمكن وصفنا بأننا أحفادا لرفاعة. وأظن أنه أستاذنا الكبير بهاء طاهر عمل كتاب مهم سماه أحفاد رفاعة، وفيه بيعدد أسماء كثيرة
باعتبار انه هذه الاسماء كلها بشكل او باخر تنتمي الى الاطار الفكري الذي بلوره رفاعة الطهطاوي. انا اظن انه الاطار هذا الاطار الفكري يكاد يتسع للجميع حتى هذه اللحظه. لماذا؟ اسمح لنا بقى ندخل في يعني في مسائل فكرية يعني ربما يعني لا تقف كثيرا عند سيرة الرجل بل تقف عند البنية الفكرية التي صاغها في هذا الكتاب والتي تبدو حتى ابتداء من مجرد عنوان الكتاب نفسه تخليص الإبريز. كلمة تخليص بالضبط تخليص الإبريز في تلخيص باريس. أنا بتصور أنه وأنا كنت بعمل ده لطلابي ان انا بمسك لهم هذا العنوان واقسمه لوحدتين لغويتين، وحده اولى بتتكلم عن تخليص البريز ووحده تانية بتتكلم عن تلخيص باريز وفي حرف بينهم اللي هو حرف نقف عن هذا لانه كاشف في الحقيقه عن اليه وعن طريقه لازلنا نتعامل بها مع الحداثه ومع التراثنا حتى الان. العنوان زي ما حضرتك يعني او زي ما كلنا ممكن نشوف قائم على التمييز في الحداثه بينما هو ابريز يعني معدن نفيس اللي هو الذهب لانه ابريز هو الذهب وبين بالدلاله بقى اذا كنت بتقول عن شيء انه ابريز فلا بد ان هذا الشيء ينطوي ايضا على ما يمكن القول انه خسيس في المقابل يعني. فإذا سألنا الطهطاوي ما هو الإبريز في الحداثة، ما هو الشيء النفيس في الحداثة، في حداثة أهل باريس اللي انت بتحاول تلخصها وتقدمها لنا من خلال الرحلة من خلال هذه الرحلة، وما هو الخسيس في هذه الحداثة الذي دعوتنا إلى أن نبتعد عنه ولا نقبله هنلاقي انه الاجابات التي يقدمها الطهطاوي لا تزال هي الاجابات التي نتبناها في ممارستنا للان برغم اختلاف العصر. يا دكتور انا دلوقتي برغم كل شيء لانه لو حضرتك بصيتي للمقبول من الحداثه اللي بيتكلم عنه الطهطاوي في كتابه في لائحه بيسميها العلوم المرغوبة أو العلوم المطلوبة والصنائع والفنون المطلوبة نشوف أنه كل ما يقدمه الطهطاوي مما هو نفيس في هذه الحداثة ولا بد لنا من نقله إلى بلادنا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالعلوم التطبيقية الإجرائية الجوانب الإجرائية في الحداثة ثمرات الحداثة الثمرات القابلة للتطبيق في الحداثة وفي المجتمع العربي. هو يقول إنه هذا مطلوب منا أن ننقله إلى مجتمعاتنا ده مطلوب أن نحن ننقله في مجتمعاتنا وهذا هو المرغوب. إذن الثمرة هي المطلوب نقلها الثمرة فقط ما أنتجته هذه الحداثة في هذه البلدان هي ما علينا أن ننقله. لكن بيظل السؤال مطروح حوالين الأساس الذي انبنت عليه هذه الحداثة. المفروض أنه بيختلف من مجتمع لمجتمع ومن عصر لعصر ومن بيئة لبيئة يعني هذا ما فهمه الطهطاوي لكن أنا لكن إحنا لما نشوف أنه الأساس ده ما هو الأساس ده هو الجانب العقلاني النقدي الذي انبنت عليه هذه الحداثة. لأنك إذا بتتكلم عن الحداثة الأوروبية صحيح الحداثة الأوروبية لها ثمرات كبيرة قابلة هي التقنية والتكنولوجيا ثمرات كبيرة جدا قابلة للتطبيق لكن هذه الثمرات الإجرائية البرانية الخارجية لا يمكن أبدا أن نعزلها عن الأساس الذي قامت عليه هذه الحداثة وهو العقلانية وهو التفكير النقدي وهو ده مبدأ موجود في الدراسات الدينية اللي هو إعمال العقل. ما هو لكن يعني هو كان عنده الفكر ده أو مفروض يكون كان عنده الفكر ده لكننا طول الوقت يا أستاذة بنعمل عملية عزل الطهطاوي عزل
الثمرة عن الأساس المنتج لهذه الثمرة. إنه في أساس منتج لهذه الثمرة. يعني ممكن أنا دلوقتي في ممارساتنا وفي سلوكنا بنقبل نركب عربية ونقبل نستخدم السمارت فونز ونقبل نعمل كل هذه وسائل التكنولوجيا الحديثة باعتبارها ثمار التكنولوجيا، هي ثمرات التكنولوجيا. لكن لما نيجي حد، وأظن أن احنا عندنا شيوخ تقليديين لا يتورعون عن استخدام كل ثمرات الحداثة مع سبها ولعنها في نفس الوقت، مع سب العقل ولعنه في نفس الوقت، اللي هو الأساس الذي قامت عليه هذه الثمرات. يعني من دون العقلانية النقدية، ده نوع من أنواع التناقض أو الازدواجية. ده انا عايز اقول لحضرتك انه ده بادي منين. ده بادي، ده النهاية القصوى للعزل الذي قام به الطهطاوي حين ميز في الحداثة بين بين نفيس مقبول وخسيس مرذول وغير مقبول مرفوض. ولما نسأله ايه هو الخسيس غير المقبول، يقول لنا كده بمنتهى البساطة، يقول لنا خدوا بالكم يا اخواننا، الفرنسويين اللي عملوا كل هذه الاشياء عندهم حشوات، عندهم حاجة اسمها الفلسفة، وهي اقرب ما تكون الى الحشوات الكفرية الضلالية اللي لا ينبغي، برغم دراساته هناك وتواجده هناك، تواجده هناك عدد من السنوات. هذا ما يقوله في تخليص الإبريز. يعني ورغم اتصاله ب تنويريين فرنسويين، اعمال تنويريين فرنسويين، بس اللي يشوف اعماله الدكتور بعد ما راجع هنا ما يدلش انه كان واقف عند النقاط دي. يعني هو ما حرمش عدد من الافعال، الا في نقطه اللي هي كانت متعلقه بالمراه ورايه في المراه. انا ممكن اسرد لحضرتك عشرات الامثله التي تقول، وحدي لحضرتك دلوقتي مثال واضح جدا يكشف عن مدى التوتر اللي كان بيعيشه الطهطاوي. انا بسميه توتر، انه الرجل متوتر. هو بين مجتمعين، هو بيحاول يوجد صيغه وسط بين مجتمع شرعي او فكر ديني او دراسات دينيه هو نشأ فيها، وبين مجتمع غربي متفتح. هو عايز ياخد من الغربي ما يتوافق مع شخصيته ومجتمعه. ما هو طول الوقت احنا بنفكر كده وعايشين في التناقضات. تمام، ما هو احنا طول الوقت احنا يعني ربما نقبل ده عند الطهطاوي، انه الرائد الاول اللي بيعمل داول، لكن احنا اكتشفنا بعد ذلك انه هذه الصيغه لحد دلوقتي صيغه معوقه، صيغه مخليانا، اسف ان انا اقول هذا المثل، صيغه مخليانا كالراقصين على السلالم. يعني لا اللي فوق، لا هي احنا المنتصف، لا احنا اصبحنا مع اللي فوق ولا احنا نزلنا للي تحت. يعني خلينا ادي لحضرتك مثل ربما يكون اظهر فيما يمكن أن نسميه حتى تناقضا في خطاب الطهطاوي نفسه. دكتور، احنا بنقف عند النقطة دي عشان انا حابة يعني اعمل مداخلة في النقطة دي. فكرة نقدر نقول التوتر اللي كان في نفسية رفاعة الطهطاوي او داخل رفاعة الطهطاوي، خلينا نقول ما نتكلمش عن نفسيته، خلينا نتكلم عن خطابه. عن خطابه بالضبط. ممكن يكون التوتر ده راجع لفكرة المجتمع اللي هو بيتعامل معاه، فكرة رجال الدين او الازهر او فكرة المجتمع المحافظ في التوقيت ده، اللي هو بيقدم على استحياء بعض الافكار وممكن يكون في تراجع عنها، زي ما كنا بنتكلم عن فكرة المرأة ان هو في كتاب قدم لي نصايح او نقدر نقول خطاب خاص بالمرأة وتحرير المرأة وحقوق المرأة بشكل كبير جدا، وبعد كده قدم لي كتاب كان فيه نوع من انواع التراجع عن الاراء اللي قدمها قبل كده، فكرة ان المرأة مكانها البيت، ونقدر نقول خطاب مناقض تماما للخطاب الاولاني. صحيح، يعني الكلام اللي بتقوليه حضرتك ممكن يكون ده مرتبط بالخوف من المجتمع، وربما لو احنا موجودين في نفس اللحظة مش هنتصرف بشكل مختلف عن الطريقة اللي تصرف بها الطهطاوي. لكن المشكلة يعني نقد الطهطاوي ليس من أجل نقد الماضي، وإنما من أجل نقد الحاضر، لأنه أن يستمر الحاضر يفكر بهذه الطريقة فهذه المشكلة. وخليني يعني حضرتك أشرت إلى، وده أنا موافق عليه، ما يخص خطابه حول المرأة وإزاي أنه هو خطاب مزدوج، خليني كمان أبص على خطابه حوالين السياسة. يعني مشكلة كبيرة جدا انك تشوفيه في تخليص الإبريز بيحط لنا يعني دستور
الفرنساويين وبيترجمه وبيتكلم فيه عن ازاي انه الشعب له الحق في انه يراقب الملك ويحاسبه، وانه الملك ليس مطلق التصرف وانما سلطته مقيدة وخاضع لرقابة ومش بس خاضع لرقابة، خاضع كمان لمبدأ المحاسبة، انه ممكن ان يحاسب وممكن الناس تخرج عليه وتحاسبه بقوة وبعنف. هذا وهو يعني يبدو من الطريقة التي يكتب بها ذلك أنه يستحسن هذا النظام الذي لأنه بيظل يعني يستخدم مجموعة تعبيرات تكشف عن استحسانه لهذا النظام، لأنه يتكلم عن العدل باعتباره أساس الملك وأنه الظلم مؤذن بالخراب والدمار وبما يعني أنه يرى أنه هذا النظام نظاما عادلا وهو المسؤول عن العمارة والحداثة والتطور والمدنية التي يشاهدها في فرنسا. في فرنسا. ويجي بعد كده في كتاب آخر بالضبط زي ما فعل فيما موقف المرأة. في المرأة يعمل في مناهج الألباب المصرية في مباهج الأداب العصرية، يتكلم في فصل بيتكلم فيه عن حقوق الملوك وواجباتهم. لما يجي الكلام بقى عن محمد علي بشكل مباشر هيتكلم عن محمد علي ازاي، يقول لنا ايه؟ يقول لنا كلام لما تقري الكلام الاولاني مناقض ليه تماما. اسمعي حضرتك بيقول ايه. محمد علي خليفة الله في ارضه، ومش بس يقف عند حكاية انه خليفة الله في ارضه ويرتب على ذلك انه ليس مسؤولا امام شعبه على اي نحو من الانحاء، ما هوش مسؤول. بينما في الاول كان بيكلمنا عن الملك اللي هو ليس حر التصرف، سلطته مقيده و الى اخره، وانما حسابه على ربه، ربنا هو اللي يحاسبه بس، انما الشعب والناس والبشر ليسوا مسؤولين على الاطلاق عن بس يا دكتور التوتر او نقدر نقول الازدواجيه او التناقض ده كان موجود طول الفترات، طول فترات بعد رجوعه من فرنسا لحد وفاته. خدي بالك انه بس انا بلاحظ حاجه. طب هو يعني موقفهم المرأة احنا شفنا ان في موقف متناقض، لكن لما العقليه الدينيه والفكر وخوفهم المجتمع قدم لي وترجم لي مسرحيه، طب ما هو الفكر الديني في التوقيت ده كان بيرفض فن المسرح لكن هو قدمها. تمام ماشي. يعني انا عايز اقول انه ممكن يقدم شيئا ويقدم نقيضه لاثنين، والاثنين متجاورين ودون ان يشعر بان هناك تناقض بين ما يقوله في الحاله الاولى. اسبابها ايه او غريبه؟ هو اللي حضرتك قلتيه قبل شويه، خوف من المجتمع، ذلك انه ده ممكن يكون يعني خوف من المجتمع. خدي بالك ان الامور مش بتقف بس عند مجرد النقائض، انه النقائض تبقى موجوده، الامر ممكن يتجاوز ذلك الى طمس الحقائق. وده حصل؟ يعني احنا نعمل حد لحضرتك مثل. يعني لما افضل اجي اتكلم عن الباشا محمد علي واقول لا، يعني لا اكتفي بذلك، يعني رفعه الى يعني الى هذا المقام الرفيع يعني. بس يا دكتور دي الفكرة اللي كانت سايدة في العصور دي في التوقيت ده، فكرة ان خليفة المسلمين هو خليفة الله، ودي كانت القاعدة اللي يمكن اي خليفة او اي خلافة كانت بتقوم عليها، ان في عدد من شرائط الملك او الخلافة كان بيقوم بها الخليفة. خدي بالك بقى يا استاذ، فهو كانوا بيعتقدوا كده اعتقد في التوقيت ده. يعني هو اولا محمد علي لم يكن خليفة باعتبار ان هو ممثل للخليفة العثماني يعني في مصر، لم يكن خليفة. وايه رايك بقى انه يعني ما هو احنا لو استعدنا وقائع توليد محمد علي نفسه، محمد علي اللي الطنطاوي بيلح باستمرار على انه الذي والله الله حكم مصر، انه توليد محمد علي من الله. طيب الا يمكن النظر الى ذلك باعتباره طمسا لحقيقه يعرفها القاصي والداني ويعرفها محمد علي نفسه، انه توليته لم تكن من الله وانما كانت من المصريين انفسهم، مش المصريين هم اللي ولوه. يعني محدش تاني، محمد علي يدرك يعني يدرك ذلك تماما. ولو رجعنا للجدل والحوارات والنقاشات التي دارت بين المصريين المتمسكين بمحمد علي حاكما لهم في مواجهة مندوب الباب العالي،
سندرك انه واحد زي عمر مكرم مثلا في وهو معاصر في هذه الفترة لم يكن يعترف للخليفة بسلطة انه خليفة الله في الأرض الله وليفعل ما يشاء وليقبل الناس. يعني مندوب الوالي يحتج بانه يعني انه الله بيأمرنا بإطاعة الله وإطاعة الرسول وأولي الأمر. محمد علي عفوا عمر مكرم يرد بأنه وأولي الأمر دول هم مين بقى؟ هل أولي الأمر دول هم الخليفة؟ ويبدأ يشكك في مسألة أن أولي الأمر دول المنصوص عليهم في القرآن. طب حضرتك ليه مش ممكن ناخدها بتفسير برضو زي ما قلنا للإزدواجية دي خاصة بخوف المجتمع، إن هو كان بيدين بنوع من أنواع الولاء لجزء من تشكيل فكره وجدانه لعصر محمد علي والمحمد علي بشكل كبير. يا أستاذة أنا موافق على ده كله مش معترض. خوف إحساس بالدين والولاء يعني أنا مش معترض على ده كله. بس هل تعامل في مع الخديوي وإسماعيل زي ما تعامل مع محمد علي أو الكتابات في التوقيت ده زي كانت الكتابات عن محمد علي، ولا اختلفت النبرة والصوت والخطاب؟ لا على الإطلاق، على الإطلاق نفس الفكرة. عندما طلب منه أن لما جاء واحد يعني تقريبا من أبناء محمد علي قبل الخديوي وإسماعيل وكان تقريبا نقدر نقول عليه أنه كان مجنون بشكل رسمي وأغلق المدارس ومسك وطلب من الطهطاوي أن يغادر منفيا إلى الخرطوم السودان، الطهطاوي لم يظهر أي احتجاج ولا أي سعيد باشا تقريبا أعتقد ما أعرفش إذا كان سعيد ولا عباس ما أعرفش يعني إذا كان يعني يجوز إنه سعيد ويجوز أيضا إنه يكون لأنه طب هو كان نفسه رفع طهطاوي السويدة ليه؟ قعد فترة قليلة جدا، ده مش سعيد اللي حفرت في عهده قناة السويس، لأنه ده قعد فترة قليلة جدا حوالي سنتين أو ثلاثة ولأنه في 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 لأنه أعز إليه إنه كل اللي عامل حكاية التعليم وحكاية لأنه كان عنده موقف من التعليم لأنه أغلق المدارس كلها يعني لا يريد للناس أن يعني يتجاوزوا حدود أنهم دواب وهوام ولا يمكن أن يتجاوزوا هذا الوضع أبدا وبالتالي أغلق المدارس وطلب من رفاعة الطهطاوي أن يغادر إلى الخرطوم فغادر بالفعل. الطهطاوي لم تصدر عنه، ومع ذلك أنا يعني في رأيي أنه هنا شخص الطهطاوي فوق دماغنا ما عندناش أي مشكلة كرائد من رواد التنمية بالضبط بكل تأكيد، يعني نقل مصر نقلة مهمة جدا وهذا الانتقاد ليس انتقادا للطهطاوي، احنا اللي احنا اللي انا عايز اقوله بمنتهى البساطه انه هو دراسه وتحليل للشخصيه من خلال واقع المجتمع اللي كان موجود فيه في التوقيت ده بالضبط، انه اذا كانت هذه الصيغه اللي اقترحها الطهطاوي للتحديث ظهر في احيان كثيره جدا وفي تجارب كثيره جدا انها صيغه غير منتجه بل انها منتجه ل قلاقل واضطرابات كالتي نشاهدها الآن. على فكرة اللي بيشاهدوا العالم العربي الآن هو مآل هذه الصيغة، لأنك دايما بنقول قراءة التاريخ بشكل جيد هنعرف الحاضر والمستقبل بالضبط. ما أنت لما تشوفي أنه هو إيه اللي حاصل في العالم العربي الآن، هي ناس تمتلك التقنية ولا تمتلك العقلانية ببساطة، يعني معها التقنية يملكها ويقدر يشتغل بيها بشكل كويس مفيش التفكير او كلنا بنشوف اللي بتعمله داعش، يعني بيكشف عن انه مستوعب التكنولوجيا بشكل جيد جدا تمام، حتى تقنيه المعلومات بس الفكر ايه والتواصل بالظبط كده، لكن فين العقلانيه؟ كلنا بنشوف الناس في الشوارع بتقدر تستخدم ادوات الحداثه بشكل جيد وبتقدر تستهلكها بشكل جيد تماما، لكن لا يمكن القول ابدا انهم منتجون للحداثه او انهم حدثيون حقا. طب خلينا نقف عند عصر الخديوي اسماعيل. معروف ان عصر الخديوي اسماعيل او الخديوي اسماعيل شخصيا كان عنده نزعه او ميول تجاه الغرب بشكل كبير جدا، وكان حابب الثقافه الغربيه بشكل كبير جدا، وده جزء من اللي كان موجود عند رفاعة الطهطاوي في بدايه سفره لفرنسا، فكره تلاقي الميول الاتجاه للثقافة الغربية مع اختلاف تحفظ فكر رفاعة الطهطاوي على الثقافة الغربية وانفتاح الخديوي اسماعيل على الثقافة الغربية بشكل كبير جدا. يعني ال تعامل الشخصيتين مع بعض في النقطة دي
بين الطهطاوي وبين الخديوي اسماعيل. انا اديت لحضرتك يعني في القوانين المثل المتعلق بالقوانين اللي عايز يعمله الخديوي اسماعيل قدام واقع ملح يستدعي تغييرا في البنية القانونية في مصر، علشان انت قدام واقع بيتطور وبنية موروثة من العصور الوسطى، وهذه البنية الموروثة من العصور الوسطى عاجزة عن استيعاب المتغيرات التي تحدث في الواقع. ما العمل؟ العمل هو أن تذهب إلى ذوي الشأن وتطلب منهم ذلك، بمثل ما الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي واقع في، كلنا واعين في مأزق متعلق بحركات الإسلام السياسي، وبالتالي فأنت عايز تجفف الينبوع اللي بتخرج منه هذه الحركات من خلال تجديد الخطاب الديني وأفكار جديدة، من خلال تجديد الخطاب الديني. فماذا فعلنا؟ ذهبنا للمؤسسة نطلب من هذه المؤسسة أن تطور أو أن تجدد ما أن تقوم بما يسمى تجديد الخطاب الديني. طب مشروع لإحياء التراث العربي، وهي نقطة أعتقد بتتماس مع النقطة اللي بنتكلم فيها، كان فكرة إحياء التراث العربي بفكرة تنقيح التراث العربي وإن أنا أخذ منه ما يتناسب مع العصر اللي موجود في رفاعة الطهطاوي، ولا فكرة إحيائه بشكل عام وطباعة أمهات الكتب؟ لا، في الحقيقة هو في الوقت ده هو يعني الكتاب المهم اللي هو صدر عن الطهطاوي نفسه تحديدا اللي هو نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، اللي هو كتابه في السيرة. الكتاب بالفعل بيحاول ان هو يظهر يعني هو كتاب ينتمي الى الطهطاوي بالفعل، لانه يعني في مناقشة في الحقيقة مهمة، انا شايف انها مهمة لمفهوم البدعة. وكانت هذه المناقشة بصدد لعلها الصدفة يعني اللي تخلينا نقول هذا الكلام، بصدد المولد النبوي، لأنه كان واضح أنه في قطاعات واسعة، وإحنا في خلال الأسبوع الاحتفال بالمولد النبوي فكان واضح أنه في ناس بتتعامل مع زي ما في دلوقتي. خدي بالك يعني ده يؤكد لنا في عدد من الدول بتحرم الاحتفال به وبتعتبره يوم عادي. كان في مصريين في هذا الوقت وحتى دلوقتي أعتقد أنه حتى الآن في عندنا مصريين بيقولوا أنه المولد بدع والاحتفال به بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى آخر كل الذي يقوله نار. يعني إنه الإشكالية دي كانت موجودة في الكتاب، في الكتاب بيعالجها في الكتاب، وده انفتح قدامه الباب مهم علشان يميز بين ما يسمى البدعة المستحسنة المقبولة، وده كان أظن أول كلام يتقال في هذا الإطار. وأعتقد إنه كل اللي بيدافعوا دلوقتي عن أو كل اللي بيخرجوا علشان يتكلموا عن شرعية جواز الاحتفال بيعتمدوا على النقطة دي، بيعتمدوا على هذه المسألة إنه البدعة ليست دائما بدعة مرجولة، ليست دائما بدعة زي فكرة الاحتفال بعيد الأم بالضبط. يعني فكرة إنك تبدأي تنبهي المسلمين إلى إنه ليست كل بدعة، يعني نحن جميعا نكرر هذا الحديث وكأنه من آيات التنزيل، انه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انا شايف انه ان يأتي احد، بس هو كان في الكتاب في تنقيح للحديث ده ولأصوله وفكرة هل هو يعني صحيح بنسبة كام في المية، ولا هو ما تطرقش للنقطة دي؟ لا، هو هنا هو من المهم جدا ان احنا نلاحظ الآتي، انه حضرتك بتسألي يعني سؤال حضرتك ماشي في اطار التعامل التقليدي مع الحديث. التعامل التقليدي مع الحديث هو بيصحح الحديث من خلال ماذا؟ من خلال ان هناك سلسلة نقلت هذا الحديث وانا اثق في هذا في هذه السلسلة. يعني دي الطريقة التقليدية، بس في اعتراض عليها دلوقتي العنعنة اللي هي عن فلان عن فلان عن فلان، بس بتظل دي الطريقة التقليدية في تصحيح الأحاديث عند علماء الحديث. علماء الحديث لا سبيل أمامهم لتصحيح الحديث إلا من خلال اختبار إسناده، ما يسمى بعلم الجرح والتعديل. إن إحنا بنشوف هل هناك ضمن هذه السلسلة الناقلة للحديث أشخاص مجروحين فنعدلهم ولا ما فيش. إذا والله السلسلة بالنسبة لي سلسلة صادقة، يبقى الحديث في هذه الحالة صادق بصرف النظر عن مضمون الحديث عن المتن نفسه. أنا ماليش علاقة بالمتن نفسه، أنا بركز
يعني على إصدار الحديث نفسه. بالضبط، الرواية التقليدية بتركز على السلسلة، سلسلة إسناد الحديث، العنعنة اللي حضرتك تفضلتي بيه الإشارة إليها. الطهطاوي لم يقف عند السلسلة، لم يقف عند سلسلة الإسناد، لأنه لو أنت شايف أنه سلسلة الإسناد صحيحة يبقى سيظل الحديث صحيح. الطهطاوي بدأ يناقش المضمون نفسه، مضمون الحديث، لأنه إذا اعتبرنا أنه الحديث صادق وصحيح يبقى معنى كده إنه ما فيش نقاش ولا سبيل إلى أي تطور في أي مجتمع، ما فيش هتطور المجتمع، لأنه أي مستحدث سينظر إليه على أنه بدعة، وطالما هو بدعة فهو ضلال وكفر و حضرتك قلت لي هو قدم نقطة هي اللي بنستند عليها في الاحتفال لحد دلوقتي، إنه, 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 إنه لم يقف عند تصحيح الحديث ابتداء من الروايات، وإنما بدأ يناقشه مناقشة عقلية. طب هذا يحسب له بالتأكيد من عبر هذه المناقشة بدأ يعني يصل إلى أنه الأمر فيما يتعلق بالمستحدث ليس دائما كل مستحدث هو أشياء ابتدعها الناس، وبدأ يضرب أمثلة حتى من التراث نفسه لبعض مثلا يعني هو يقول أنه بن بين ما يسند إليه علشان يضعف، علشان يفتح الباب أمام ما يسمى بالبدع المستحسنة، من يعني أنه واحد زي عمر بن الخطاب نفسه هو في عصره قنن صلاة التراويح. صلاة التراويح تعتبر إذا فعلنا قانون البدعة، صلاة التراويح يمكن النظر إليها باعتبارها بدعة لأنها لم تكن موجودة في عهد النبي، لكنها وجدت وأخذت الشكل اللي المسلمين بيمارسوها به إلى الآن، وهي حاجة مستحبة ومطلوبة. بالضبط كده، وإذن فهي من قبيل البدعة المستحسنة. هو اعتمد على النقطة دي. بالضبط، وبالتالي بدأ يضعف في فكرة إنه كل بدعة ضلالة. طب هل هو في بعض القضايا الدينية تعامل بنفس المنطق اللي تعامل معاه نقطة البدعة؟ والله في مواقف كتيرة حتى فيما يتعلق بتعليم النساء. ما هو تراجع عنها بعد كده. بس 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 أنا يعنيني اللي قدمه في الأول. يعنيني اللي قاله في المرشد الأمين لتربية البنات والبنين. اللي قاله هنا لأنه كان إخواننا اللي بيمنعوا البنات التعليم أو حجب أو إبعاد النساء عن مسألة التعليم دي بيستندوا أيضا إلى حديث. هو ضعف هذا الحديث، يعني هو ضعفه عبر مناقشة استدعى فيها وقائع، هذه الوقائع تضعف هذا الحديث، وبالتالي فلا يوجد في الشرع ما يمنع من تعليم النساء. فهو في مواقف كثيرة يعني ناقش الحجج التقليدية بالعقل. بالضبط، مناقشة عقلية، يعني لم يستسلم إلى أنه هذه المقولات أو هذه المرويات مرويات صحيحة إذا استندنا أو ثوابت إذا استندنا إلى أن لها رواة وأن هذا الرواة ليسوا مجروحين. لا، هو لم يقبل الروايات ابتداء من أن لهذه الروايات رواة موثوقين أو غير مجروحين. لا، يعني فهو فتح الباب قدامنا في الحقيقة في كيفية التعامل النقدي مع مسائل أظن إنه الأجيال الأسبق منه، طبعا إحنا دلوقتي أصبح عندنا يعني جرأة أكبر وأصبح عندنا منهجيات أكبر، لكن علينا أن نقدر إنه في هذه اللحظة اللي بترجع إلى بدايات القرن 19 أو النصف الأول من القرن 19 إنه الخروج بمثل هذا الكلام كان يعتبر من المحرمات التي لابد من أن. بما أننا بنتكلم عن النقاط دي، أولا تقبل المجتمع للأفكار دي في التوقيت ده كان إزاي، وعلاقته بالمؤسسة الدينية، يعني هو ابن المؤسسة الدينية يعني دخل في أي صدام مع أي من شيوخ الأزهر؟ لا، في الحقيقة لا، برغم أرائه يعني في الحقيقة لا، في الحقيقة ما حصلش إنه لقى مقاومة عنيفة من أو آراءه لقت مقاومة عنيفة من المؤسسة الدينية، وده ربما
يكون راجع لانه المؤسسه الدينيه تخوفت من انها تدخل في صدام مع السلطه السياسيه، لانه كانت بتشوف ان رفاعه الطهطاوي محسوب على السلطه السياسيه. بالضبط كده، يعني هو في معيه هذه السلطه، وبالتالي فاراءه بشكل او باخر معبره عن هذه السلطه السياسيه. والمؤسسه الدينيه في احيان كثيره بتبدو براجماتيه، يعني واخشى ان اقول ايضا حتى انتهازيه. بس احنا في توقيتات تانية في القرن ال19 وبدايه القرن العشرين شفنا ليها مواقف وردود افعال عنيفه مع بعض الاراء. ده مرتبط برضو بمدى قوه السلطه السياسيه. اذا كان اذا كنت قدام سلطه سياسيه قويه مش هتتراجع قدامك، فانت يعني انت بتحسبيها، المؤسسه الدينيه بتحسبها. اذا وجدت انها قدام سلطه ضعيفه فيمكن انها تخرج لمواجهه مع هذه السلطه، واذا وجدت انه الامر متعلق بسلطه قويه وانه سلطه ليها يكون في نوع من الموائمه من الكومبرومايز ممكن يصل بها الى حد انها تصمت ولا تدخل في اي جدال او صدام مواجهات. هو للاسف وقت الحلقه انتهى. طبعا احنا كنا حابين نتكلم في تفاصيل كتير جدا. في النهايه بشكر حضرتك دكتور علي مبروك استاذ الفلسفه بجامعه القاهره. شكرا لحضرتك. انا شاكر جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا شكرا ليكم، وبكره فريق عمل جديد وليله جديده من برنامج ليالي. الى اللقاء.